أتى جيش المسلمين إلى هذه النقطة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البئر. عسكر بالجيش الإسلامي صبيحة يوم فتح مكة اغتسل وتوضأ، صلى الفجر، قسم الجيش الإسلامي ثلاث أقسام في هذا المكان. قال بلال أحد أحد. أيوة، واحد من الحجاج من خارج المملكة جاء ورمى نفسه داخل البئر اعتقادا. طيب الآن الطريق اللي أمامنا هذا حيجي، هذا امتداد لوادي طوى، ثاني أكبر الأودية في مكة المكرمة. طبعا الوادي وادي طوى هو نفسه وادي سيدنا موسى. لا 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 هذاك وادي طوى في طور سيناء. مش ما اخترت الأمر يعني. أيوة، لا هنا هذا في مكة، هذا وادي طوى. وادي طوى هو خلف جبل قعيقعان. أيوة، هذا خارج مكة، خارج مكة القديمة. نعم، خارج مكة القديمة طبعا، وهذا من أكبر الأودية بعد وادي إبراهيم الخليل في مكة المكرمة. طبعا إحنا الآن بنمشي كذا، هذا مسار الوادي بيخرج إلى جنوب مكة. طبعا عندنا إحنا البناء هذا يا أخوة، شايفين الفتحتين هذه، هذه عبارة عن أنفاق تصل إلى الساحة الشمالية، توسعة الشمالية، توسعة الملك عبد الله. الشمال شمال غرب تقريبا، شوية شمال غرب، فهذه التوسعة. الآن شوفوا المبنى الصغير هذا الأبيض. هذا البناء الصغير شايفينه؟ نعم قديم كان. هذا إيش هذا؟ مسجد، كنيس، دير. يبدو أنه مصلى صغير. مصلى يعني مسجد. نعم. طيب هذا يا أخوة في داخله بئر، تعرف ببئر طوى. نحن قلنا هذا الوادي إيش؟ وادي طوى. وهذا في داخله بئر طوى. طيب إيش القصة حقت هذا؟ هذا ارتبط في التاريخ الإسلامي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. أتى الرسول من هذا الاتجاه، هنا المدينة كذا، المدينة كذا، لا المدينة كذا لسه هنا. طيب وعسكر بالجيش الإسلامي حول هذه المنطقة. صحيح، هي الله كم مكة، ونحن الآن بالجهة الشمالية لمكة. تمام، هو جاء هذا المدخل. طيب فعسكر بالجيش الإسلامي هنا خارج مكة، ترى هناك مكة، شوف شايفين المنارة حقت الحرم هناك لسه. هذا نحن الآن الجبل قعيقعان. أيوة تمام، الناحية خلفية. طيب فعسكر بالجيش الإسلامي صبيحة يوم فتح مكة، اغتسل وتوضأ من البئر ثم صلى الفجر ثم قسم الجيش الإسلامي ثلاث أقسام. الله أكبر، هنا في هذا المكان، في هذا المكان اغتسل وتوضأ، صلى الفجر وقسم الجيش الإسلامي في هذه المنطقة. ضروري أن نعلم بعد أن قسم الجيش الإسلامي الأقسام الثلاثة. أيوة الآن فين الآن؟ الآن القسم الأول بقيادة سيدنا خالد بن الوليد، ودخل مكة من جنوبها. شايفين الأبراج هذه في النص في فراغ، برج الساعة. نعم. وهذا المبنى الأبيض اللي هو الشيراتون. نعم. في النص. طيب دخل سيدنا خالد بن الوليد من هذا الطريق، توجه كده إلى جنوب ثم انعطف على الحرم. هذا المكان اللي نحن فيه اسمه وادي طوى، بهذا المبنى القديم، هذا المبنى الأبيض، يوجد بئر اسمه بئر طوى. بهذا البئر توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البئر، وقسم جيش المسلمين أثناء فتح مكة. بهذا المكان كان هنا كان جيش المسلمين القادم من المدينة المنورة. نحن شايفين إنه اللافتة هنا إن المدينة المنورة صارت بهذا الطرف. أتى جيش المسلمين إلى هذه النقطة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البئر ثم قسم جيش المسلمين وجهزهم لفتح مكة المكرمة. طيب إذن الرسول اغتسل هون وصلى عسكر الفجر، عسكر بالجيش الإسلامي صبيحة يوم فتح مكة، اغتسل وتوضأ، صلى الفجر، قسم الجيش الإسلامي ثلاث أقسام. تمام. القسم الأول بقيادة سيدنا خالد بن الوليد دخل مكة من جنوبها، توجه بهذا الاتجاه ثم انعطف يسارا إلى الحرم الكعبة. تمام. القسم الثاني كان بقيادة سيدنا الزبير بن العوام. نعم. وسار في هذا الطريق، من هذا الطريق في وادي طوى، ونوريكم من فين دخل مكة. تماما. تحديدا. تمام. والقسم الثالث كان بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عاد من طريق المدينة. نعم. ودخل مكة من وادي فخ، من أعلى مكة، وحنشوف حنوريكم من فين دخل الرسول. ضروري جدا. أيضا. جدا. نوريكم من فين دخل. الله يبارك. طيب هنا إيش صار؟ ثلاث أشياء. هون الـ يعني الصح طبيعي كان غرفة العمليات.
عسكر. نعم، واغتسل وقسم الجيش، حط الخطة وقال لهم بسم الله توكلوا على الله. طبعا واتفق مع القسمين انهم ما يدخلوا مكة. نعم. وينتظروا الرسول لكي يدخلوا جميعا سوية. صلوات. هذه قصة هذا المكان. طبعا هذا البئر يا إخوة فيه ماء إلى يومنا هذا. هذا البئر، هذا البئر كان مفتوح. نعم. للناس كلهم حتى. نعم. هنا كان في حي كامل. نعم. كانوا يشربوا من هذا البئر. نعم. لكن نتيجة للجهل والاعتقادات الخاطئة والتبرك والبدع فسكروا. مو هذه المشكلة اللي صارت، إنه واحد من الحجاج من خارج المملكة جاء ورمى نفسه داخل البئر اعتقادا إنه إذا مات على الجنة على طول على الجنة. طبعاً الدولة عشان تحميهم. نعم. أغلقت البئر، والآن في عملية تطوير ويعني تهيئة للمشروع بحيث أنه يفتح إن شاء الله بعد كذا، وتشوف ونشرب إن شاء الله كلنا منه. الله يكون عافية. في عندنا نحن عندنا كدا وكدا وكدا. نعم. سيدنا خالد بن الوليد دخل من كدا. طيب لنتفق أن أسفل مكة فيها حرف الكسرة. يا سلام الكسر. من أجل أن تبقى في أزمان. أيوة. يا سلام كدا. تمام. وأعلى مكة كدا. كدا. فيها فتحة. والله حلو هذا الاستدلال مشان يضل عالق. لا وكدا المنطقة التي خرج وهاجر الرسول إلى يثرب. نعم. كدا. لا. لا. الله يكرمكم. طيب. كدا من هون معناته. أيوة كدا هنا. كدا من أسفل، وسمى ترابط آخر أن كدا هي أسفل مكة وهي من طرف الجنوب. لا هي مو أسفل، يعني هي شوف طبعا. الكداء والكداء هي ماذا؟ هي عبارة عن منطقة مرتفعة. نعم. الكدية من الكدية. إيه نعم. يعني تربط بين منطقتين منخفضتين. نعم. أو الثنية بمعنى أصح، اللي هي ثنية كداء وثنية كداء وثنية كداء، هي منطقة مرتفعة تربط بين منطقتين منخفضتين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا أبو الحسن إنه عندما أتى في حجة الوداع أيضا اغتسل وتوضأ من هذا البئر ثم دخل مكة. ولذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كثير من الصحابة. نعم. الكبار كانوا يأتوا يغتسلون بوادي طوى. أنا لأول مرة أعلم أن هنا وادي طوى. نعم. كانوا يغتسلون بوادي طوى ويدخلون إلى مكة اقتداء. نعم. بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكثير من الصحابة كان يعني لا يدخل مكة إلا بعد أن يغتسل ويتوضأ ثم يتوجه. طبعا الآن بان لي يعني لماذا يقول العلماء بأنه الاغتسال قبل دخول مكة أو قبيل دخول مكة، لأنه كانت هذه خارج مكة. خارج تعتبر خارج مكة. طبعا هنا سيدنا الزبير بن العوام سلك من هذا الطريق. طبعا هذا الطريق ما كان بهذا الوسع. نعم. هذا الطريق كان عبارة عن ممر للقوافل. إيش يعني ممر؟ يعني ترى نص السيارة. نعم. يدوب يعني الله يكرمكم الخيل والجمال والبعير والهذه هي اللي كانت تمشي. هذا امتداد لجبل قعيقعان. وهنا كان الطريق هذا. فهو سيدنا الزبير والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم الصحابة كانوا يدخلوا. كل من يأتي من شمال مكة هذا هو المدخل الوحيد الذي كان يؤدي إلى مكة. طبعاً أحب يسأل إيش هذه المباني اللي هنا؟ هنا سيتم إنشاء مستشفى لخدمة المعتمرين والحجاج لقربه من الحرم، يكون يعني سهل الوصول ونقل الحالات إلى هذا المسجد، بالإضافة إلى بعض المباني الخدمية للمسجد الحرام، بالإضافة إلى نفقين أيضا تؤدي إلى الساحة الشمالية للحرم لمن يسكن في هذه المنطقة حتى لا تكون مشقة. شوفوا هنا الآن يعني قمة الثنية. طبعا شوف الثنية كانت فوق، لكن تكسير كل من يتولى أمر المسلمين في مكة يقوم بتعبيد هذا الطريق ليسهل للناس الدخول إليه. الآن كده من اليمين واليسار يا إخوة، هذه واحدة من أحياء مكة التي تعرف بالجميزة. الجميزة. الجميزة نسبة إلى شجر الجميز. ما هو شجر الجميز؟ إيه لأنه كمان إحنا. طيب الآن طبعاً بس عشان تكونوا في الصورة، هذه المنطقة على يسارنا كلها كانت قبل 70-80 سنة كلها عبارة عن مزارع وبساتين. وكان يكثر فيها أشجار الجميز. أشجار الجميز هذه شجرة ضخمة وارفة الظلال. طيب فكانوا الناس أهل مكة
يخرجوا للفسحة والتنزه في هذه المنطقة، منتزه أهل مكة. طبعا فين الأشجار؟ مع السلامة، خلاص صارت مكانها الأبراج الإسمنتية هذه. يعني طبعا بس هي بقيت واحدة شجرة، بقيت واحدة شجرة ما حنشوفها داخل. تعرف أخي أبو محمد، تعرف أنا لو مالك قايل لفظة الجميزة، لو بقيت أنا مدري إيش قد ما بعرف بقى. والشلطة والشلطة هاي تموينات، يعني دخول الشيء مقسين كلمة رايحة على الجميزة. الجميزة في شجرة الجميزة الآن داخل القصر ما حنقدر نشوفه نحنا، بس يعني أنا أقول لكم إنه باقي المواضيع هذه. يعني لما نقول مزارع بساتين، يعني ما شاء الله يمكن بتشوفوا كثرة الأشجار في هذه المنطقة و... يعني فهي ما شاء الله منطقة غنية لأنه وادي، والوادي مليان ما شاء الله من الماء. طيب نجي هنا الآن على يسارنا، هذا قصر الملك سعود، أول ابن من أبناء الملك عبد العزيز. هذا قصر الملك سعود، شوفوا. طيب طبعا وهنا على يميننا هذا المبنى يعرف ب قصر السقاف. نعم. طبعا السقاف هذه عائلة من أثرى العوائل في مكة المكرمة في الزمن القديم. نعم. هذه عائلة علم وتجارة. نعم. طبعا الميدان هذا اللي أمامنا الفسحة. نعم. اللي يعني بعد الإشارة قيل إنه في هذه المنطقة كان يؤتى بسيدنا بلال ابن رباح و قال عمار بن ياسر زوجته سمية في هذه المنطقة ويتم تعذيبهم. ليش؟ في هذا المكان، في هذه المنطقة، في هذا المكان قال بلال أحد الأحد. أيوة. ليش؟ لأنه نرجع نقول منطقة رملية، الجو بيكون حار جدا، الرمل دائما معروف أنها تكون ساخنة كثير، فيتم وضعهم ويتم وضع الصخر على ظهورهم في هذه المنطقة. وكان يمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا. هو بطحاء، هو البطحاء، هي الأبطح، الأبطح هي أي هي. هذا النفق اللي نحن ندخله أول نفق أنشئ في مكة المكرمة قبل أكثر من 45 سنة. طبعا شوفوا ما شاء الله قديش كبروا، لأنه في ذاك الزمن كان هذا يعتبر يعني يخدم. أيوة. فهذا أول نفق، وفي نفق آخر جنبه، هي أول نفقين أرضية أنشئت في مكة المكرمة. طيب الآن هذا الجبل الذي أمامنا، هذا الجبل أكبر الجبال في مكة المكرمة. نحن قلنا خندمة أكبر الجبال القريبة من الحرم، من الحرم. هنا أكبر الجبال في مكة ارتفاعا ومساحة. طبعا الجبل هذا ارتفاعه 816 متر عن سطح البحر، أعلى جبل في مكة ارتفاع. ومساحته يبتدئ من منطقة هناك في أقصى اليسار، منطقة تعرف بالمعاصم. نعم. إلى أن يصل بميناء. خارج ميناء. نعم. على طرف ميناء. نعم. الشرقي. نعم. إلى أن يصل قبل حدود مشعر عرفات، يعني تقريبا أكثر من 14 كيلو. هذا مساحة الجبل. طبعا هذا الجبل ارتبط في التاريخ ما قبل الإسلام. هنا جينا معناها يطل على عرفات من الطرف الآخر، قبل ما يوصل يطل على عرفة ويطل على منى ويطل على مزدلفة، كلها المشاعر كلها. هذا الآن حنيجي. طبعا هذا الجبل اسمه ثبير. أشرق ثبير كيما نغير. يا سلام. طبعا هذا الجبل له أسماء بحسب المواضع. هنا في هذا الجهة اسمه ثبير غيناء. ثبير غيناء، ثبير غيناء. طبعا ايش التفسير، ايش سبب التسميه ثبير؟ ثبير قيل لان رجلا من قبيله هوزيل وجد ميتا على هذا الجبل فسمي ثبيرا. طيب يعني ثبير بمعنى الهالك، من مثبور. لا، الشخص نفسه هو اسمه ثبير وميت، فخلاص قالوا جبل ثبير. وغيناء في اللغه، الغين هي الغيوم الكثيفه التي كانت في قمه الجبل، فسمي غينا من الغيناء، فثبير غيناء. وله اسم آخر اسمه جبل الرخم. الرخم نسبة إلى طائر الرخم الذي كان يحلق على قمة الجبل. طيب هذا الجبل ارتبط في التاريخ ما قبل الإسلام في مشعر منى
وفي مشعر مزدلفة. طيب في هذا الجهة يعني ما له ارتباط غير الشخص هذا اللي وجد ميتا عليه.